موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فيقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك. وإذا أي لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا، أي حبيبا صفيا عز عليهم من أحبابهم لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك، كما قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقوله: ولولا أن ثبتناك، يعني ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم. إذن لو ركنت إليهم، يعني إلى ما لو ركنت إليهم بما يهون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. وقوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنها، ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك إلا قليلا حتى تحل بهم العقوبة، كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله بالعقوبة. ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم وفض بيضتهم فله الحمد. وفي هذه الآيات فوائد: أولا، فيها دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه، أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق،
قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فكيف بغيره. يعني ينبغي أن يحذر الإنسان على إيمانه، لأن الإيمان قيد الفتك، ربما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا البيع للدين ربما يكون كاملا بردة الإنسان عن دينه والعياذ بالله، وربما يكون أقل من ذلك بتركه شيئا من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، ربما يجور في الوصية ويأكل حقا ليس له وغير ذلك، وربما يظلم غيره ويقع فيه كبيرا من الكبائر وغير ذلك. فالذي يثبتك هو الله، والذي يحفظك هو الله، وإذا كان رسول الله يحتاج لتثبيت فكيف بغيره. لذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يقول: وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان، أن نستحضر نعمة الله عز وجل علينا في ثباتنا واستقامتنا. لا تظنن أنك تصلي لأنك مثلا ولدت في أسرة ملتزمة مثلا، أو كان أبوك يعودك على ذلك، ليس الأمر كذلك فحسب، بل قبل ذلك فضل الله عليك أن اختارك لذلك، وأن وفقك، وأن هداك، وأن يسر لك أسباب الهداية سبحانه، له المنة وله الفضل، وأيضا حماك وعصمك من أسباب الشر. فاستحضر ذلك وأكثر وأكثر هذا الاستحضار، واعترف بنعمة الله عليك. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني ليست المعصية من إمام كبير متبع كالمعصية من رجل لا يصلي ويشرب الخمر ويفعل ما يفعل، لأن الله عز وجل قد من على الأول بمعرفته ومن عليه بقربه، وبالتالي فيكون الإثم أعظم عند الله عز وجل كمضاعفة الإثم مثلا في الأماكن الشريفة وفي الأزمان الشريفة بخلاف غيرها. وفيها أن الله إذا أراد هلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر، فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب، كما هي سنته سبحانه في الأمم إذا أخرجوا رسولهم أو رسلهم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ به من العمى عن الحق ومن الضلال بعد الهدى، ونسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.